¿Especial del Potola? Yo creo que sí, Uruguay en los últimos mundiales no. Papi, es el antecimo. Es el antepayecto. Si la apertura es el JP, es el Gunnar Hamper. كانك اليوم مرتاح علي محمد علي وذلك من خلال قناة ماكس 2 109 أيام كفاري أكبر مدرب عبر كل التاريخ في منافسات بطولة يتواجد الشهراني كرة بمحاولة ملعوبة لكن أيضا تغطية برافو وصلت إلى سالم الدوسري برافو سالم عرضية في منطقة الجزاء محاولة تأتي عن تسديد الكرة القادمة محمد البريك سدد محمد صدمات الكرة وطريق سلمان محاولة بالقدم اليمنى في منطقة الجزاء لكن عند حارس نصف النهائي وبعد ذلك عض كليني كرة بمحاولة ملعوبة لكن أيضا كرة أديسون كافاني إلى خارج أرضية الميدان وصلت إلى ركلة مرمى عند دقيقة 90 لتنتهي المباراة بكرة فيها محاولة خطيرة إلى خارج أرضية الملعب ركلة ركنية ركلة مرمى يومها يعني خيمينيز كان موجود يومها رودريغيز كان الى من؟ الى اللاعب كريستيان رودريغيز عرضيه بعد ذلك في منطقه سري محاوله تصل الى فهد داخل منطقه الجزاء يسدد فهد الى خارج ارضيه الميدان الكره بعد ذلك تصل الى ركله مرمى عند مسليرة هذه المحاوله دوليا بالنسبه لحارس المرمى محمد دعويس كره لمصلحه منتخب اوروغواي عرض و89 كره الى ركله ركنيه ملعوبه داخل منطقه الجزاء لعويس اخطا محمد دعويس ولويس سواريز يسجل اول اهدافه في منافسات كأس العالم هنا في هذه النسخة والهدف السادس في المجمل العام بالنسبة للاعب لويس سواريز ليعادل رقم فورلان عند 6 أهداف بتشكيلة لاسيليستي لا يفقد الأخضر التركيز كما كان في المباراة الماضية بعد الهدف لعبها في الجهة اليمنى البحث عن الكرة العرضية وصلت إلى هتان سدده خطيرة جدا أول تسديدة للأخضر على المرمى في المونديال هذه أسرع ياسر الشهراني الآن عرضية داخل منطقة الجزاء من ياسر محاولة ملعوبة خطيرة من جديد هتان يلا يا بهبري يلا يا أخضر يعني على الأقل ب50 تمريرة إلى الآن 200